بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 46. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأرض كلها مسجد، يعني كلها يصلى فيها، فالمكان الذي تصلي فيه يسمى مسجدا، وكل الأرض مسجدا إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من مواضع، ومنها المقبرة، فلا يصلى فيها ولا إليها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، إلا صلاة الجنازة، يصلى على الجنازة في المقبرة، ويصلى على القبر أيضا لمن فاتته الصلاة قبل الدفن، هذا مستثنى. وأما الصلاة عند القبور أو إليها غير صلاة الجنازة فهذا أمر محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك لله عز وجل، فلا يصلى عند القبور ولا إليها، ولا تتخذ القبور أو المقابر مساجد. نعم. وعن أبي مرثد الغنوي مرفوعا: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها. نعم. الصلاة في المواطن المنهي عنها أولا المقبرة، وهذا تقدم البحث فيه والكلام فيه، ذلك لأن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى الشرك، ولا تجلس عليها، ولا يجلس كذلك، لا يجلس على القبور. إذن هذا الحديث فيه أن القبور لا يغلى فيها ولا تهان أيضا، لا تهان بأن يجلس عليها أو تلقى عليها الزبالات أو الكناسات كما يفعل بعض الناس، أو توطأ بالأقدام وتتخذ طرقات، لأنها منازل الأموات ولا يجوز إيذاؤهم والتساهل في شأنهم، بل إنهم تصان القبور، تسور بأسوار مانعة ويمنع التطرق فيها والجلوس عليها، ولا يغلى فيها بأن تعظم ويتوسل بها كما يفعله القبوريون، وإنما هدي الإسلام هو الوسط في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ما أقصى عمد يمكن أن يصلي فيه الإنسان على القبر إذا فاتته الصلاة على الجنازة؟ إلى شهر. صلى على القبر، يقول العلماء يصلى على القبر إلى شهر، لأنه بعد الشهر يتحلل، يصير تراب. نعم. وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها.
أما معاطن الدواب فلا يصلى في معاطن الإبل، جاء النهي عن ذلك، فلا يصلى في معاطن الإبل وهي المبارك التي تبرك فيها بعد ما ترد الماء أو المواطن التي تبيت فيها، فمعاطن الإبل لا يصلى فيها. وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها. نعم. وعن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل في البيت الحرام في الكعبة وصلى فيها هو ومن معه بين العمودين، عمودي الكعبة اللذان يعتمد عليهما سقف الكعبة، فيستحب الصلاة النافلة في داخل الكعبة، وأما الفريضة فلا تصلى في داخل الكعبة ولا فوقها، وإنما النافلة فقط ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن طلحة هو سادن الكعبة ومعه أيضا غيره من أصحابه صلوا فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هدي بن عمر في حرصه على السؤال أول ما فتح باب البيت، ما الذي يمكن من خلاله أن يقال لطلبة العلم الذين يحرصون على اقتفاء السنة والحرص عليها؟ ابن عمر رضي الله عنه مشهور بحبه للاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يحرص في السفر على الصلاة في الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصد الرسول ذلك المكان وإنما صادفه الوقت فيه، لكن من حرص ابن عمر على الاتباع أنه كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فيصلي فيها، وإن كان جمهور الأمة لا يوافقه على ذلك، لكن من شدة حرصه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. نعم، في هذا دليل على جواز حمل الشيء في أثناء الصلاة ولو كان طفلا، وأنه يعفى عما إذا كان الطفل غير طاهر أو في أثوابه شيء من النجاسة، لأن الطفل غالبا لا يسلم من ذلك، ومع هذا حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على حمل الشيء في الصلاة ووضعه سواء كان آدميا أو غير آدمي. نعم. السلام عليكم. ومنه ما يكون من بعض المرضى الذين يكون معهم أكياس، أكرم الله السامعين، البول وغيرها، المرضى الذين يحتاجون إلى حملها أثناء الصلاة، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن هذا شيء يحتاجون إليه أو يضطرون إليه، فلا مانع من ذلك. نعم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمرط وهو نوع من الملحفة، ومن ضيق الحال كانت هذه الملحفة بينه وبين عائشة، فكان يصلي بها وبعضها على عائشة، وعائشة حائض كانت في قبلته، فإذا سجد غمز فكفت رجليها، فإذا قام أعادت رجليها، فهذا فيه دليل على أنه يجوز الصلاة للإنسان وأمامه إنسان نائم معترض أمامه، فلا بأس بذلك. نعم.
وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا. رواه أحمد وصححه الترمذي، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه، الخاصة بهم، اللحف الخاصة بالنساء، أما المرط نحو فهو مشترك فيجوز أن يصلي فيه، أما ما كان من ملابس النساء خاصة فلا يصلي فيه الرجل لما في ذلك من التشبه بالنساء. نعم. وعن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. هذا فيه جواز الصلاة على المركوب، صلاة النافلة، صلاة الليل. كان صلى الله عليه وسلم يتنفل في صلاة الليل في أسفاره وهو راكب على راحلته أينما توجهت به راحلته. قيل: وهو معنى قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل: نزلت في التنفل على الراحلة في السفر، وقيل: نزلت في من اشتبهت عليه القبلة. وعلى كل حال، أي جواز الصلاة على المركوب، صلاة الليل على المركوب أينما توجه به مركوبه، سواء كانت دابة أو سيارة أو طائرة أو غير ذلك، لئلا ينحرم الإنسان من صلاة الليل. نعم. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. نعم. وفي هذا الدليل على جواز الصلاة في الثوب الذي جامع فيه زوجته إذا لم يصبه أذى من أثر الجماع، لأنه طاهر ولا يؤثر فيه كون الإنسان يباشر زوجته وهو عليه أو ملتحف به. نعم. عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا كالحديث الذي قبله، أن الرسول سئل عن ذلك أيضا، هو كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه، وأيضا سئل عن ذلك فأجازه، إلا إذا كان أصاب الثوب شيئا فإنه يزيله بالماء. نعم. وعن جابر بن سامرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا البقاع التي يصلى فيها أيضا مرابض الغنم، يجوز الصلاة في مرابض الغنم ومهاجع الغنم، وأما الإبل فلا تجوز الصلاة في مباركها خاصة، هذا خاص بالإبل. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. في أعطان الإبل، هذا يخصص مبارك الإبل في الأعطان التي تأوي إليها وترجع إليها، تذهب وترجع إليها. أما لو صادف أنها بركت في مكان غير يعني مقصود فلا بأس بذلك. نعم. وعن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. نعم، لأن الغنم والله أعلم فيها سكينة، وهي أبوالها وأرواثها طاهرة، والإبل كذلك، ولكن لا يصلى في معاطنها التي تأوي إليها، لأن الإبل في ربما تأتي والإنسان يصلي في مكانها فتؤثر عليه. وقيل لأن الإبل فيها شيء من الشدة والشيطنة، ولذلك ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى المجلس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.